شو بيسوي شو بيسوي؟ نروح البنك عندنا شغل ونجي. لا لا يا حبيبي ولدي عم ثلاث ايام. ثلاث ايام انا اقول لك بسوي التان وانت قاعد تقول لي بتروح عندي شغل وما شغل. راح على راسي عليك راح البنك. تسوي تان؟ بس بسوي لي تان انا. انت من اقنعك تسوي تان؟ المرة اللي اقنعتك اسوي تان. المرة تبي تان. قاعد الا اسوي تان. تبي تختفي انت مرة ما تبين؟ اي تبي ما تبيني ما اختفي عجبها عجبها انا. عجبها. ايش رايك انت الموضوع؟ عجبها عجبها. طيب نروح البنك ونجي ونسوي تانا بعد. لا لا ولد عمي لا الله يستر عليك. عم تروح البنك الله يا الدنيا عقب تروح بنك نسيت الفور. لا ما له شغل ما شغل ما له شغل بس الفور اول راح افتح الباب راح ها سويت تان يرحم امك ولد عمي لا تصور لا تصور ليش مصور؟ مفسخ ايش؟ المفسخ لا تصورين عم امك ليه عليك فوطة؟ المرة تغار شو؟ المرة تغار لا تصور ولد عمي تكفى المرة تغار تغار علي ايه؟ تغار علي ايه لا مالك عليك فوطة مالك فوطة لا المفسخ ولد عمي عليك فوطة اقول لك اتصور عم هناك سويت تان ايه سويت تان هذا موجود التان موجود التان لا ليه طيب غسله لا اتغدى بروح عشان مش مرة ثانية ايه عشان يطلق اللون عشان ايش يطلق اللون طيب كل كيلو راح يطلق اللون هاش المرة ها تبي تان ايه قال تبي تان قلت خليني اسوي التان تبيك تغامق اذا بني غامق الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ابو عمرو دائما يحب الروس لازم يطلب من المطعم يطلب راسه يحط يطلب راسه لا لا ولد عمي ترفع الجوال انا مفسخ لا ترفع الجوال عم والدي تبي تسوي مشاكل لا لا قل لي تبي تسوي مشاكل لا ترفع الجوال ما لف ولد الجوال منك ما لف سم بعد الغداء وش يجي؟ بعد الغداء اكيد الحلا يجي الحلا عبد حلانا اليوم من المدينة المنورة من طيبة الطيبة وشو الحلا عجوة كرم النخيل شيء خطير هذا أنا أضمن لكم 100% عجبك يعني والله 100% بعمة شنو ما سألتك أنا نعم بس عجوة ودا وتوزع مع الأهل والدنيا توقع بيتنا كم بك يجيب لهم هدية محصول السنة الجاية لهم حق بيت تغلط على الأهل لا ما شاء الله قاعد غلط على الأهل قاعد غلط على الأهل تبيني انت شايل عليك شايل بخاطرة حبيبي مصلح الحين انت حاط لك من ذا ها قلت لك تصوريها انا بصح قلت لك تصوريها انا بصح انت مسوي مشاكل انت حاط لك من ذا حتى من ذا اول حاجه ما في شمس ترى خلاص خلصت الدنيا بطلها ما في احد ما في شيء والليل ما في احد ثاني حاجه ثالث من جاي بس بس لي ترى وش ذا شفت انا بالصيدليه حق شمس اخذته هذا حق واقي هذا واقي شمس هذا يحميك من الشمس لا والله يحميك هذا واقي واقي حقه واقي يحميك من الشمس حق عيني اصلا هو يحميك من الشمس انا اقول ما في شيء اسمه تان ابيض ما في تان ابيض نطخ روحك من ظهر الله قاعد هنا انت قاعد تحمي روحك من الشمس احمي روحي من الشمس جلسه واحده انا فوق يلا حق المرة ما في تان ما في تان أنا ترى ما في تان حبيبي انت حد صار عكون صغير انت حد صار عكون توشلنا في المطار توشلنا يلا راح ما يا اخي وخر وجهك الله يرحم والديك وخر وجهك وخر لا ترزل هنا يلا مشينا مسافر هنا يلا يلا
سافر؟ اي من سافر حق عمي. بتروح؟ بروح دولة ثانية ثلاثة ايام. بعد ثلاث دولة ثانية ثلاثة ايام. دولة؟ ثانية. يعني منطقة كل منطقة. اي. انت رايح سفريات؟ رايح سفريات حق عمي. شلون؟ تعرف انا كتير. شلون؟ كتير. لازم كل مكان نروح فيه نبدله بلدة. تمام؟ بقيت فوق. الحمد لله ولد عمي. الله 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 الله، بس ما ابغاها هنا، ابغاها لما تدخل في واحد هنا داخل اسمر، خش على طول وعنده في واحد وصاير ارفع حبيبي. تمام تمام يا باشا. لحظه الله 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 الله. توصل مصر اول حاجه تسويها تعبي شنو؟ بطنه. تعبي بطنه. توصل مصر اول شي تسوي؟ شو تسوي؟ تحك محمود. توصل مصر اول شي تسوي؟ محمود سوي حق عيل. اجلس اجلس محمود، اجلس اجلس.